شيلا، شو هو اللي ما حكينا فيه؟ الحكي سهل بس الفعل صعب يا ليلى. نحن مو ممكن يطلع منا شيء. لك شو صار لهي آسيا؟ هي البنت جاهلة. لا تقولي هيك ليلى، بسبب اللي صار مع حماتها رجعت لعندهم. لك أنا ما عم بفهم شو يعني يتحرك الضمير مع وحدة مجنونة. حاج بقى، أنتو شو مفهومكن؟ شو هالمنطق تبعكن يا؟ ليلى خانم، بس مو هيك عنا. كلمة حرام حتى على هدى لازم تنقال. ناريمان بدي أقول شي. شايفة هي ليلى؟ هي هيك عم تحكي بس كأنه زعلانة عليها مو؟ ايه. صحتين وهنا. هالأكل ماله طعمة، لعت نفسي. روحي اعملي أكلة طيبة، جاي عبالي. ما بتضايقك بهالوقت؟ شو فاهمك وليه؟ قلت لك بدي أكلة طيبة، بعد شوي رح تطلعيها من عيوني. مين يلي وصلوني لهالوضع؟ ومين يلي نازل يتمقطع فيني هلأ؟ بس أنا ما حكيت أبداً. طبعاً ما حكيتي شي أبداً، زهرة ما عملت شي كمان، بس أنا يلي وصلت حالي لهالوضع. أنتو ضيعتوا لي أملي بهالحياة، كل هالمصيبة منك أنتي. اسمعني يولا، إذا بتعطي وش لهي ما رح سامحك كل حياتي، عم تفهم؟ وأوعى تنسى بإنهم سبب هالحالة. شو أعمل لك أمي؟ بروح بكسر رجلها لتنبسطي؟ بدي ورجيها وقت بتطيب رجلي، روح إذا بتشوف الهنا بحياتك. طيب ماشي. بدي روح على الحمام. اسحبيها لشوف. وهي كمان. أمالك. أريش خانم ما رح تكون مبسوطة باستقبالي. أنا خفت بكل معنى الكلمة من هي أريج وكنت مرعوبة. أصلاً هي مو مثل ما عليك مفكرة، يعني بدي أقول مثل أي أم عم تحاول إنه تحمي ابنها. مين حطك محامية عليها؟ يا الله، قال عم تدافع عن حماتها كمان. بس أم نيفين غير قصة. آخ لو كانت عايشة بحارتنا أكيد رح تصير بالكتير رفيقة لهدى خانم. بس ماجد مختلف عنهم، ما حاسة إنه واحد مو من هالدنيا أبداً. مثلك أنتي تماماً، يعني أنتي من هالحارة المتواضعة والبسيطة، وماجد هو التاني من حارة الأغنياء. ويمكن هالشي خلانا نعيش هالإحساس، ممكن النقص الموجود فينا تعوض. والله أنا بالزيادة والنقص ما بفهم، بس أي واحد بيطلع فيكم لثلاث ثواني بيشوف شي واحد عشق. ايه عاشق. ممكن لاقي مين يحبني مثلكن؟ معلوم بتلاقي، حتى في حدا بيحبك أكتر. حاجة تخرفي بقى، وينو هاد؟ هلأ اللي بيحبك موجود أكيد بشي مكانه عم يتنفس وناطر الوقت اللي يلاقي كيف فيه ويجي مشان نشوفه. شكراً كتير ويسلموا، عن جد ساعدتيني بالموضوع. قال بشي مكانه عم يتنفس. إيه لكن خليه يجي لهون ويتنفس عندي، ليش لحتى ينطر؟ انقطع نفسي وفقعت روحي من الانتظار يا.
ايه امي؟ واضح انك ناطرة جيتي لتحكي اللي بقلبك بعد اللي عملتيه اليوم. كنتوا ثنائي بجنن انتي وفايزة خانم بوقفتكن قدامها. لا تقلقي ابدا امي، رح تتعودي مع الوقت، الكل رح يتعود ورح تتقبلوها. ناريمان، ايه حبي؟ ليش ما حكيتني مع جد؟ مع جد؟ مشتاقة أرجع أشوفك. طيب بعدين منحكي بالموضوع. دخلت نوران خانم؟ تصبح على خير. وأنتي بألف خير. ناريمان، لا تحلمي بشي بخصنا بس تنامي. ليش؟ حتى نعيش كل شي. ما بدي يضل شي بخصنا محبوس بالحلم. كيف الأمور مع الحب؟ بخير. لكن عرفي قيمته منيح. أنتي ما تخافي أبداً ليلى، أنا مبسوطة بكل لحظة بعيشة معه. حبيبتي شوفي، ما في أي شعور ممكن أنه يستمر للأبد، الحب كمان بينتهي بيوم. ليلى أنتي شي مرة وقعتي بالحب من قبل؟ قصدك تقولي هداك الشعور الأبدي والمجنون؟ أكيد هاد يلي عم تلمحيله. الشعور الأبدي والمجنون، هيك عم تحكي عنه؟ والله بحسه مثل دعاء بلا استجابة. لما بدي أدعي من قلبي على حدا إن شاء الله توقع بالحب، هيك بقله وإلا ما يقع ويدوق من مرارته.